بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رازق المنن وباعث الهمم، والصلاة والسلام على من ألهم البشرية معالي القيم، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم، ومن سار على نهجه من الأمم. أحبتنا الكرام، كل من يتابع الشاشة الجميلة تلفزيون سلطنة عمان ويشاهد أيضا برنامج قهوة الصباح، أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والسعادة. الخميس ونهاية الأسبوع، نتمنى أن تكون الأيام الماضية كانت حافلة بالعطاء والجد والمثابرة بسواعد لا تعرف الملل وهمم لا يخالطها الكلل في مختلف المجالات، خدمة للوطن بمشيئة الله تعالى. عموما، من خلال برنامج قهوة الصباح، نافذة صباحية ومشوار آخر جديد يتجدد، فنتمنى أن تقضوا برفقتنا وبصحبتنا أحلى وأجمل وأمتع الأوقات. فصباح الخير على كل من يتابعنا، وصبح بالخير كالعادة أيضا على زميلتي الرائعة حورة الفارسية. صباح الخير. صباحك خير سيف، أهلا وسهلا، وصباح الخير لجميع مشاهدين ومتابعين برنامج قهوة الصباح في هذه الحلقة الجديدة، ويوم الخميس وبعدها إجازة نهاية الأسبوع. أعتقد ما في أحلى من هذا اليوم، وأيضا أعتقد الكل يشاركني الرأي، لأن أنا متأكد أنكم تحبوا الإجازة، صحيح سيف؟ أكيد صحيح. يعني برنامج جدول معين، من البعض على الفكرة بأيام قبلها يخطط إيش راح يسوي إن شاء الله تعالى في إجازة نهاية الأسبوع. صحيح. فحلو لمن يتفنن في إدراج ووضع البرامج الجميلة المشوقة اللي تضمن له نوع من الاستمتاع وأيضا الفائدة والاستفادة من جملة لحظاتها وتفاصيلها بمشيئة الله تعالى. اليوم من خلال قهوة الصباح نكهات مختلفة بمواضيع متنوعة، إيش راح يكون معنا يا حورة؟ عموما يعني تحية بالفعل من فريق برنامج قهوة الصباح، دائما يحرصوا في تقديم كذا مواضيع جدا جميلة ورائعة. اليوم حلقة الخميس عندنا فقرات ثابتة ومستمرة، وأيضا لها نكهتها الخاصة بيوم الخميس. إن شاء الله اليوم راح تكون معنا فقرة الطب البديل، وراح نتحدث عن بذرة شجرة الكتان. وأيضا وقفة مع أهم الأخبار المحلية والعالمية من خلال الصحف اليومية، وراح نسلط الضوء على شركة تلقين الطلابية. وأيضا راح نتحدث عن موضوع جدا رائع، عن الإلهام واكتشاف الذات، وبعدها راح تكون معنا فقرة جدا خفيفة ورائعة عن أصغر رحال عماني يجوب أسبانيا. هذه كل فقراتنا لليوم مشاهدينا الكرام. الحين راح ناخذ فاصل، ومن ثم لنا عودة إن شاء الله، كونوا معنا.
الخير من جديد مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج قهوة الصباح، والحين إلى ثاني لقاءات فقرة الطب البديل. إحنا ابتدأنا هذه الفقرة مشاهدينا الأحبة معكم الأسبوع الماضي، وكان الحديث حول عشبة عباءة السيدة، لكن هذه المرة إن شاء الله تعالى نتطرق إلى موضوع جديد وإلى عشبة أخرى جديدة، وهذه المرة راح نتكلم عن هذه العشبة. ما أعرف عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ أعتقد البعض عرفها والبعض الآخر لا. اللي ما عرفها راح يتعرف عليها إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقة، واللي يعرفها طبعا أكيد هناك معلومات أخرى جديدة راح تكون حاضرة من خلال هذا اللقاء. راح نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن بذرة شجرة الكتان. هذه هي الشجرة، كل ما يرتبط بهذه البذرة من فوائد صحية أيضا راح نتعرف عليها من خلال وجود صهيب بن ثاني الفرعي، حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي للأعشاب. أخوي صهيب حياك الله من جديد في برنامج قهوة الصباح. الله يخليك، كالعادة منورنا وأساها دائما الابتسامة يا رب. الله يخليك، بارك الله فيك يا أخي صهيب، حياك الله معنا. صهيب، نحن نعلم أن بذور الكتان تستعمل بالفعل منذ القدم للأغراض العلاجية، وأيضا البعض يعني يستعملها كغذاء. خلونا يعني في البداية نعرف المشاهد ما هي بذرة الكتان ومن وين مصدرها بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شجرة بذرة الكتان مثل ما تفضلت هي تستخدم من القدم ومن الأعشاب اللي طبعا هي تزرع في المزارع المتخصصة في مجال الطب البديل، وهي أكثر شيء متواجدة في دولة مصر. نعم، هي من أكثر الدول الآسيوية. مصدرها من مصر. من مصر، نعم. أكثر أكثر مصدرها من مصر. نعم نعم، عشوة مصرية يعني. نعم، ممتاز. إحنا نحاول قدر الإمكان يا صهيب من خلال اللقاءات المتجددة لبرنامج قهوة الصباح ومن خلال فقرة الطب البديل إنه نجيب بعض الأعشاب، لربما بعض الأشجار أيضا مرتبطة بالعملية العلاجية الدوائية للأشخاص. الحين إذا ما جينا نتكلم عن بذرة شجرة الكتان، فإيش اللي يميزها لربما واللي لها إقبال من حيث التداوي والتشافي؟ طبعا شجرة بذرة الكتان من الأشياء أنا أعتبرها الأشياء المفيدة والصحية، وحتى يستخدمها المريض وغير المريض. طبعا لاحتوائها بنسبه عاليه جدا من الالياف. نعم. فنسبه الالياف اللي فيها تعالج مشاكل الامساك، هي وهي كذلك نفس الشيء مضره للبول، وكذلك تحتوي على نسبه عاليه من الدهون الغير منشبعه. هي فيعني توازي حتى في الطب الحديث الاوميجا 3، هي يعني احتوائها لتخفيض نسبه الكوليسترول، تساعد في تقويه عضله القلب، في تنشيط الدورة الدموية في الشرايين. نعم. فوائد جدا صحية وطيبة. نعم. طيب صهيب، تتوفر بذرة الكتان يمكن تكون هناك نوعين، الحبوب وأيضا الزيت، صح؟ الزيت. لكن نعم. يمكن الحبوب له منافع أكثر من الزيت، ليش بالضبط؟ كذلك هي طبعا بالنسبة للحبوب، لأنها الزيت كذلك نفس الشيء يساعد يعني عشان موضوع الشرابة. نعم. والدهان. نعم. الدهان يستخدم نفس الشيء لمشاكل البشرة، لمشاكل الشعر، مفيد جدا، واللي يستخدم نفس الشيء لمشاكل يعني الشراب، لمشاكل القلب أو الأشياء الأخرى. لكن البذرة بالنسبة لأنها تحتوي على نسبة الألياف. أيوه. فالزيت خلاص يعني خرج موضوع الألياف منه يعني. نعم. هي فتحتوي على نسبة الألياف، فهي تعالج مشاكل الهضم في المعدة ومشاكل الإمساك. نعم. نعم. طيب الحين نتكلم من خلالك ونتعرف أيضا على طريقة الاستخدام والاستعمال. نعم، طبعا بالنسبة للبذرة هي من أفضل الاستخدامات، طبعا حتى هي كذلك نفس الشيء طبعا تعالج مشاكل الدهون. نعم. فتساعد حتى في موضوع تخفيف الوزن. هي طبعا ما في علاج بالطب البديل أو طب الأعشاب لتخفيف الوزن، هي يعني كذا من الأشخاص يقول لك والله أعطينا تحتاج للرياضة، وإلى العلاج هو الرياضة والحمية، هذه أشياء مساعدة يعني لتخفيف نسبة الدهون في الجسم. نعم. فتغلى مع الماء أو تشرب مثل الشاي صباحا مساء، هذه الطريقة الأولى. والطريقة مرتين في اليوم، مرتين في اليوم قبل الطعام بنصف ساعة. نعم. هي تغلى مع الماء مقدار ملعقة صغيرة وكأس ماء، تغلى في النار، تغلى تصفى وتشرب صباحا مساء، أو أنه ممكن تطحن. طبعا الشخص إذا مثلا طحنت العشبة هذه يفضل تحط في مكان بارد خاصة في الثلاجة يعني. أيوه. لأن خوف عن تصير بعدين في أكسدة أو تفقد بعض خواصها وبعض فوائدها. نعم. فتخلط حتى مع الزبادي وتأكل أول الصباح. الأشخاص اللي يعانون مثل مشاكل في نسبة ارتفاع في الكوليسترول، إنزين، أو أنه مثلا عندهم موضوع الوزن الزائد، إيه، لأن هي تحتوي على دهون غير مشبعة فتعطيك حتى الشبع. فإذا أخذت مثلا ملعقة واحدة مع علبة زبادي أول الصباح حتى يمكن لحد قريب الظهر ما تحتاج لطعام آخر، ما تشعر بالجوع. ها؟ ما تشعر بالجوع. نعم. يعني هل من الضروري الطحن بذور الكتان للحصول على الفوائد؟ الفوائد، نعم. نعم، المفروض أن نحن نطحنها. يكون أفضل. طيب ممكن أن هناك أيضا يكون نوعين، البذور الناضجة والبذور الغير الناضجة، صحيح؟ صحيح. البذور الغير الناضجة لها أضرار. أكيد. نعرف إيش أضرار البذور الغير الناضجة؟ طبعاً البذور الغير الناضجة نفس الأضرار الزيت لما يحط في النار أو يحط على نسبة درجة حرارة عالية. نعم. فتعتبر عشبة سامة.
نعم. إيه كثير يعني حتى الزيت هذا سبحان الله إذا حط مثلا كثير من الأشخاص يعني يقول لك والله زيت ممتاز ويساعد عشان موضوع القلب وموضوع انخفاض الكوليسترول والدهون المعدة وإدرار البول وأشياء أخرى، لكن إذا حطه في النار يقول لك بستخدمه للطعام للطهي الطعام وكذا، لكن إذا حطه للطعام بالعكس بيصير سملة إيه ومعرض يعرض نفسه للخطورة الكبيرة. طيب كيف الواحد يفرق بينهم؟ هي كذا طبعا هي البذره تنعرف يعني مثلا تكون لونها فاتح جدا فاتح لما تكون غير ناضجه، ولما تكون ناضجه تكون بهذا الشكل. هذه لما تكون ناضجه بهالشكل تكون غامقه داكنه يعني اللون البني الغامق الداكن، ولكن لما تكون فاتحه وتميل على الصفره فهي تكون بعدها. طيب هذا اللون لانه هي ايوه اللون نعم. الاصفر واللون البني صح؟ البني نعم نعم يعني اللون البني تعتبر ناضجه خلاص ناضجه. طيب واللون استخدم. الاصفر اللون الاصفر تعتبر بعدها ما ناضجه مش ناضجه ما ناضجه هذه تستخدم ليش استخدامات خارجيه نعم. اي ممكن يعني تغلى او مع بعض الزيوت ايوه زين استخدام مثلا لمشاكل الشعر لمشاكل البشره تستخدم حتى للترهلات هي كدهان خارجي لبعض الترهلات او الاشخاص اللي يحبوا يمارس الرياضه قبل ان يمارس الرياضه يدهن بالزيت هذا مع بذره الكتان زين الغير ناضجة ويمارس الرياضة فتعمل عملية حرقان في المنطقة. ممتاز. نحن فقط ننوه أيضا للمشاهدين الكرام لكل من حاب عنده استفسار عنده تساؤل ربما عن بذرة شجرة الكتان بإمكانه التواصل معنا عبر الاتصال الهاتفي المباشر على أرقام هواتف البرنامج 24-6-9-8-4-5-4 من جديد 24-6-9-8-4-5-4 أنا أقرأ الأرقام وراح تظهر ان شاء الله تعالى تبعنا على الشاشه، ولكن هناك من يستمعون لنا عبر الاثير بامكانهم ايضا يعني كتابه الارقام ومباشره التواصل معنا خلال هذه الفقره، فقره الطب البديل. انا اتكلم وقبل شوي كانت تتكلم حوراء عن الالوان والتفرقه ما بينهم، انا ايضا اتكلم عن بعض الاشخاص لربما يروحوا بعض المراكز او التجاريه وغيره ويشوفوا بعض الاعشاب او بعض البذور لكن للاسف الشديد تواجههم صعوبه في عمليه التفريق ما بينهم، لا سيما اللي كان اذا كان موجود هناك إنسان مختص لربما راح يرشده، لكن إذا كنت بروحي ربما يصير عندي نوع من خلطة وحاجة. نعم هو طبعا هذا يرجع على موضوع المركز اللي هو يتوجه إليه. نعم. بعدين الحمد لله رب عندنا في السلطنة يعني الجهات المختصة تتابع هذه الأشياء باستمرار يعني إيه فما تعطى حتى الحين تصاريح يعني حتى كان سابقا للأجانب أو الأشياء أخرى الحين لا صار لناس فئات معينة يكون أصحاب خبرة في المجال الطب البديل. وكذلك هو الشخص مثلا يعني قبل ان ياخذ يتوجه مثلا يقرا عن اي حاجه تعرف البرامج التواصل يقرا اشياء كثيره صحيح. فيسال اي قبل او انه يعرف حتى ايش يعني يقرا عن الفوائد اذا تقريت انت عن الفوائد لازم كذلك نفس الشيء تقرا عن المضار اي فلما تقرا عن المضار بتعرف ايش هي العشبه وكيف استخدامها وكيف مضارها فهو يتوجه الى المركز ويكون حتى عنده الخلفيه الكامله عن العشبه نعم. طيب صهيب البعض يقول ان هذه البذره جدا مفيده للمراه بعد ما تتجاوز عمر 30 سنه ومن الضروري استخدام هذه البذره لانها يمكن تجنب المراه الكثير من الامراض ومنها مرض سرطان الثدي عموما. نعم. هل هذا صحيح ولا لا؟ هي طبعا تقضي على كثير من الامراض الضاره او المواد الضاره اللي في الجسم ومن اولها طبعا هي سرطان القولون. هي لأنها تحتوي على نسبة ألياف جدا عالية نعم. هي فتساعد وكذلك نفس الشيء للمرأة لسرطان الثدي يعني نعم يعني ممكن أن هي 30 سنة تستخدمها للوقاية وبعد يمكن 50 سنة تلاحظ النتيجة عموما صحيح كذا ترى هذه أشياء طبيعية يعني مثلا دائما يقول الوقاية خير من العلاج صحيح إيه فأمرات أن حتى الشخص سبحان الله بتلي من شيء من الأمراض لهذه الأمراض نعم. طبعا هذه الأشياء تكون عاد ما تعطي نسبة نجاح عالية جدا لكن لما انا اخذها الحين كغذاء يومي يعني في دول بعض كثير من الدول يعني مثلا في مصر هي تعتبر يعني تصنع في الحلويات تصنع في كثير من المأكولات عندهم يعني زيت بذره الكتان طبعا يوميا مع الفول يستخدمه الاخوان المصريين يعني معروف هذا عندهم يعني فهذا يعطي وقايه على مدى طويل نعم طيب الحين يعني واعتقد حوراء ايضا ملاحظ الموضوع انه معظم العشبات لربما او الاعشاب الطبيه تكون يعني تستخدم لبعض العلاجات متشابهه لعلاج مثلا هذا العشبه مثلا عباءه السيده كانت تستخدم لبعض الامراض معينه وهذا الحين نفس الحاله شجره بذره الكتان تستخدم لنفس الغرض أهمية أن يكون فعلا المريض تكون عنده استشارة طبية مع إنسان مختص أو مع حكيم أعشاب ليعطيه فعلا البذرة المناسبة اللي راح يستخدمها بدل لا يتشتت ما بين هذه العشبة وما بين تلك البذرة مثلاً. هي طبعا العشبة ممكن تستخدم بنفسها كوقاية وشيء وممكن هذه العشبة بعد كذا يعني في بعض الأعشاب
تخلط مع عشاب اخرى، يعني هذه العشبه ممكن تخلط مع عباءه السيده. أيوة. يعني عباءه السيده كذلك نفس الشيء فيها فوائد لامور نسائيه، انزين، وكذلك نفس الشيء فيها فوائد عشان مشاكل الدهون المعده، وتساعد كذلك نفس الشيء عشان ادرار وتخفيف وتنزيل الدهون، والعشبه هذه قريبه منها، فاذا مثلا خلط 100 جرام من هذه و100 جرام مثلا من عباءه السيده تطحن مع بعض وتغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي تعطي فاعليه اكبر. لكن اركز على سالفه الاستشاره هي اكيد في هذا الجانب. هي طبعا اكيد طبعا شخص ما مثل واحد يعني ياخذ من هذا وياخذ من هذا، احنا كثير من الاشخاص يقولون اعطيني 100 جرام من هذا، اعطيني 200 جرام من هذا، اعطيني 300 جرام من هذا، زين ليش تريد هذا؟ قال لي دخلته مع بعض، زين هذا بيعمل لك تاثير او هذه العشبه ما تركب مع العشبه الاخرى. فالشخص يعني دائما اول مستهلك انزين يعني يعرف من وين ياخذ الاعشاب وكيف طريقه طحنها والقياسات مالها طبعا من الدرجه الاولى ونظافه الاعشاب. نعم. طيب صهيب، نحن ذكرنا ان المراه ممكن تستخدمها بعد ما تتجاوز 30 سنه. نعم. ومن الضروري استخدامها عموما، لكن هل هي ايضا مفيده للاطفال؟ هل ممكن انه الام تعطي ولدها هذه البذره حتى مثلا تعالج العديد من الامراض ولا لا؟ ولا لها مضاعفات يعني قويه؟ هي ما لها اي مضاعفات، لكن مثلا زيت شجرة الكتان ممكن يستخدم استخدام خارجي. نعم. يعني حال بعض الامراض الجلديه ممكن يستخدم، حال بعض امراض الشعر ممكن للاطفال وللكبار. اما البذره بنفسها يعني تستخدم بعد الست سنوات. ست سنوات؟ ايه، بعد ست سنوات من عمر الطفل ممكن يستخدمها، لان في السن اقل من ست سنوات يعني حالات نادره وقليله، يعني شخص ما يكون يعني طبعا معرض لمشاكل في المعده او لمشاكل في القلب او لارتفاع الكوليسترول. نعم. او الاشياء الاخرى. طبعا العشبه هذه كذلك نفس الشيء هي من الاعشاب المدره، فتساعد كذلك نفس الشيء في تخفيض السكر وتخفيض الضغط. ايه، لكن طبعا في حالات طبعا ما ياخذها الشخص يعني او يتجنبها، يعني الشخص اذا عنده انخفاض في السكر او عنده انخفاض في الضغط وياخذ العشبه هذه بتعمل له اضرار كبيره. ممتاز. طيب الحين فقط من باب التذكير ايضا والتاكيد اخوي صهيب لكل المشاهدين، اللي من حاب يعني انه يستخدم هذه العشبه، فقط انا من جديد اعرضها للمشاهد الكريم، في اي مركز تجار ربما تمر يوم الايام وحاب انك تستخدم هذه البذره، بذره شجره الكتان، هي بهذه الصوره وبهذه الطريقه، لكن عمليه التحضير والاستعمال من جديد ايضا يا صهيب. طبعا العشبه هذه مثل ما تفضلت تغلى مع الماء، تاخذ مقدار ملعقه صغيره وكاس ماء، تغلى مع الماء وتصفى وتشرب العشبه صباحا مساء. هذا بالنسبه للعشبه بروحها، او انه اذا مثلا تطحن، طبعا اذا طبعا طحنت العشبه لابد تحط الحين هذه بامكان الحين على طول ياخذ الملعقه، ملعقه كذا جاهزه. نعم، جاهزه، ما يحتاج طحن ولا يحتاج اي ولا حاجه، ولا يحتاج اي حاجه، وكاس ماء تحر في النار شيء بسيط. أيوة. وتصفى وتشرب مثل الشاي، حتى بعد التصفيه ممكن تحلها بالعسل. طيب، اما بالنسبه اذا طبعا طحنت ممكن تخلط مع السلطه كذلك نفس الشيء تعطي افاده طيبه، ممكن مع الزبادي، ممكن مع الشوربه. نعم. ومرتين في اليوم. ومرتين في اليوم كذلك نفس الشيء، وقبل نصف ساعه من الاكل، من الطعام الغيظ الطعام. اما بالنسبه للزيت، طبعا الزيت كذلك نفس الشيء ممكن يخلط مع زيوت اخرى. نعم. وافضل استخدام زيت بذر الكتان اذا مثلا اشخاص كثيرين يحبون عشان مشاكل الشعر. أيوة. او الاشياء الاخرى، فهو يخلط مع زيت الصبار. نعم. يعني الزيت هذا يتفاعل جدا مع زيت الصبار بشكل كبير، هي بالنسبه لموضوع مشاكل الشعر. نعم، جميل. يعني عموما ايضا صهيب، انا عرفت ان هي تضبط ايضا ضغط الدم وايضا الكوليسترول، صحيح؟ صحيح. كيف يعني تضبط هذه المعدلات هذه بالضبط؟ هي طبعا كحكم ان عشبه مدره، فاي حاجه اي شيء مدر يعني فتساعد عشان تخفيض الضغط الدم طبعا من الدرجه الاولى، وهي كذلك نفس الشيء تحتوي على نسبه دهون غير مشبعه بشكل كبير. ايه، فاي حاجه تحتوي على نسبه دهون غير مشبعه انزين تساعد في تخفيض نسبه الدهون في الدهون الضاره في الجسم، فلما تنزل الدهون الضاره في الجسم نسبه السكر العاليه تنخفض تدريجيا. نعم. ايه، لكن نريد نحب ننوه للمستمع الكريم، يعني كثير اقول لك الحكيم هذه تساعد عشان موضوع الضغط، وتساعد عشان موضوع السكر، وتساعد عشان موضوع الكوليسترول. نعم. خلاص راح نترك دواء الطبيب، ايوه، خلاص نبدا في الاعشاب. طبعا هذه احنا عن نفسنا في مركزنا يعني ما نصرف هذه للعشبه يعني الا في حاله ان الشخص طبعا دواء الطبيب ما يتركه مدى الحياه، لمريض السكر او مريض الضغط او الكوليسترول، وهذا معروف طبعا عندنا يعني. فنحن نعطي هذه العشبه في حاله ان الشخص ياخذها من عند الطبيب وما زال عنده ارتفاع في السكر بسبب سوء غذائي او بسبب الرياضه او كبر السن او شيء،
نصرف العشبة هذه. لكن إذا الشخص مثلا يأخذ دواء عند الطبيب والسكر مرة فوق مرة تحت فما يحتاج العشبة بدل الكتان. شكرا لك يا صهيب، وشكرا أيضا على هذه المعلومات الصحية الجميلة، نتمنى أنها وصلت إلى كل المشاهدين المتابعين لبرنامج قهوة الصباح، وأكيد إن شاء الله تعالى ملتقانا يتقرب بكل الأسبوع القادم في مع عشبة أخرى أيضا قادمة. صهيب بن ثانية الفريح حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي للأعشاب، شكرا لك. العفو، جزاك الله خير أخي، شكرا لك. متواصلين ومستمرين معاكم في برنامج قهوة الصباح لليوم، نروح للفاصل وبعد الفاصل مباشرة ننتقل إلى حوراء وفقرة الصحراء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وتحية صباحية مفعمة دائما بالحب والنشاط لجميع من يتابع برنامج قهوة الصباح. الآن وصلنا إلى فقرة الصحافة ونبدأها من جريدة عمان وأهم الأخبار المحلية والعالمية. الخبر الأول يقول: تنفيذ البيان العملي للتمرين العسكري العماني الإيطالي المشترك جبل شمس. في إطار الزيارة التي تقوم بها معالي وزير الدفاع بجمهورية إيطاليا للسلطنة وتجسيدا لمجالات التعاون والتدريب العسكري المشترك بين البلدين الصديقين، شهد صباح أمس البيان العملي للتمرين العسكري العماني الإيطالي المشترك جبل شمس، الذي نفذ بوحدة التدريب على القتال في المناطق الجبلية بالجبل الأخضر.
أما الخبر الثاني يقول السلطنة تستضيف الدورة 25 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم بالخليج. شاركت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في اجتماعات المؤتمر العام 24 لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج التي اختتمت أعمالها مساء أمس بالرياض. أما الخبر الثالث يقول المختبر المركزي للصحة البيطرية يؤكد الإصابة بمرض حمى القرم. أكد المختبر المركزي للصحة البيطرية والتابع لوزارة السياحة لوزارة الزراعة والثروة السمكية عن وجود 8 إصابات بالحيوانات من حظيرتين من إجمالي عدد الحظائر التي تم أخذ العينات منها بولاية صحار. وأشارت جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية وتطويق المنطقة التي بها الحظائر البالغ عددها حوالي 48 حظيرة بالقرب من المسلخ المركزي لبلدية صحار. أما ننتقل إلى جريدة الوطن ويقول الخبر الأول وزير النقل والاتصالات لوطن الوطن الاقتصادي الحكومة تعمل على وضع مجموعة من الدراسات لمشروع إطلاق قمر اصطناعي عماني للاتصالات. قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيصي وزير النقل والاتصالات إن الحكومة تقوم بوضع مجموعة من الدراسات والعديد من اللجان المتخصصة لمشروع إطلاق قمر اصطناعي للاتصالات خاص بالسلطنة يوفي باحتياجاتها المتنوعة في هذا القطاع. والحكومة تدرس حاليا آلية إنشاء شركة قابضة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على غرار المجموعة التي تم إنشاؤها في مجال اللوجستيات، وتندرج تحت تلك المجموعة جميع من الشركات القائمة كالعمانية للنطاق العريض أو تلك الجديدة القادمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مثل شركات مراكز البيانات وأمن المعلومات والخدمات الإلكترونية وأبراج الاتصالات والأقمار الاصطناعية وغيرها. أما الخبر الثاني يقول عمران تعلن عن فرص استثمارية جاذبة بمشروع مدينة العرفان. كشفت شركة عمران المطور الرئيسي لمشروع مدينة العرفان الحضري مسقط عن عدد 10 فرص استثمارية في مشروع العرفان، وتأتي هذه الفرص في إطار تطوير الشركة لهذا المشروع الحيوي الذي سيشكل مركزا رائدا للأعمال يستقطب كبار الشركات لتأسيس مكاتبها الرئيسية في المدينة. أما الخبر الثالث يقول ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات بسوق نزوة. يشهد عدد من محاصيل الخضار سواء المحلية أو المستوردة هذه الأيام ارتفاعا في الأسعار رغم بداية فصل الشتاء التي عادة ما تكون متوفرة بشكل كبير، إلا أن أسعار منتجات الخضار والفواكه بسوق نزوة سجلت ارتفاعا بما نسبته 20%. أما الخبر العالمي يقول رجل يخوض مغامرة سياحية عبر أرجاء الصين على متن كرسيه المتحرك. لفت المغامر كوان بينغ انتباه الجميع بإصراره على إتمام رحلته لعبور الصين عبر كرسيها المتحرك التقليدي الذي لا يحتوي على مكابح أو محركات مما يجعل رحلته مرهقة للغاية ومليئة بالمخاطر. ولكن كوان بينغ الذي انطلق منذ نحو عامين في مغامرته السياحية قد عبر بالفعل 5000 كيلومتر في رحلته التي بدأها من العاصمة بكين ليصل إلى منطقة سانية في جزيرة هاينان. هذا هو كان الخبر العالمي، وهذه كانت كل أيضا أهم الأخبار المحلية مشاهدينا الكرام. الحين راح ننتقل إلى فاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله، كونوا معنا.
هذه الجوهرة الضخمة من حجر التوباز النفيس ستكون متاحة للعرض في متحف التاريخ الطبيعي بلندن بعد أن ظلت حبيسة داخل قبو لأكثر من 3 عقود. الحجر الأزرق الذي اكتشفه المنقب البريطاني ماكس أوسترو في البرازيل عام 1986 هو الأكبر من نوعه، إذ يزن 9381 قيراطا، أي ما يوازي كيلوغرامين. موريس أسترو رئيس مؤسسة أسترو مينرالز ونجل مكتشف الحجر النفيس يقول إن خصوصية هذا الحجر لا تنحصر في حجمه فقط، بل في نقائه وعمق اللون الأزرق الرائع الذي يتميز به، مما يجعله نادرا حقا. أسترو قرر أن يكشف النقاب عن هذا الحجر ويحرره من قيوده داخل القبو ليكون معارا بشكل دائم لمتحف التاريخ الطبيعي بجوار عينات من واحدة من أهم مجموعات ترسيبات الأملاح المعدنية في العالم وفقا لبيان أصدره المتحف. ولن يحدد المتحف أو مؤسسة أسترو مينرالز سعرا لهذا الحجر النادر الذي يبلغ طوله 15 سنتيمترا بينما يصل عرضه إلى 10.5 سنتيمترات. وسيعرض حجر أسترو بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن أمام الزائرين اعتبارا من 19 أكتوبر تشرين الأول. خالد حسين، رويترز. مرحبا من جديد مشاهدينا الاحبه، وصباح الخير لكل من انضم ليتابع برنامج قهوه الصباح في هذا الصباح الجميل والخميس ونهايه الاسبوع. احنا ما زلنا ايضا يعني خلينا نقول كاميرا برنامج قهوه الصباح تسلط الضوء وعدستها على الشباب المبدعين، الطاقات الشبابيه بما لديهم من مهارات وامكانات وقدرات وابداعات يسعون لتحقيقها على ارض الواقع من اجل خدمه الوطن، وبالتالي نتكلم عن الشركات الطلابيه، وهذه المره ايضا عن شركه طلابيه من جامعه السلطان قابوس، اسمها حتى جميل من اسمها شركة تلقين. كل تفاصيل هذه الشركة وإيش أعمالها، إيش أهدافها، إيش اللي تعمله وإيش اللي تقدمه فعلا للمجتمع راح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى من خلال وجود شبابنا المبدعين. نتكلم عن أحمد بن حمود الحضرمي رئيس شركة تلقين الطلابية والمدير التنفيذي لهذه الشركة. أحمد صباح الخير. صباح الخير أخي، حياك الله. أيضا معنا حمد بن خلفان البوسعيدي مسؤول قسم التسويق والإنتاج بشركة تلقين الطلابية، حياك الله أيضا يا حمد. الله يحييكم، نورتونا في برنامج قهوة الصباح. نوركم يعني أحمد، شركة تلقين هدفها هو نقل المعلومة وأيضا نقل المعرفة للأجيال القادمة من الجيل الحالي. في البداية نعرف المشاهد عن هذه الشركة وفكرة الشركة بالضبط. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، شركة تلقين هي شركة طلابية من جامعة السلطان قابوس متنافسة في برنامج شركتي لعام 2016 تحت مظلة إنجاز عمان. تهدف الشركة إلى تقديم الألعاب التعليمية بمستوى يخاطب الطفل بطريقة مبسطة لتوصيل المعلومة بشكل أفضل. ممتاز جدا. طيب حمد، يعني احنا شفنا الآونة الأخيرة أيضا مجموعة من الشركات أو خلنا نقول بشكل عام كذا الحملات أو المبادرات الشبابية اللي تسعى قدر الإمكان أنها تقترب من الطفل من الجانب التعليمي، فلو سألتك يعني كسؤال، إيش اللي يميز المنتج اللي عملتوه عن المنتجات الأخرى، وإيش اللي يميز شركة تلقين عن الشركات الأخرى المعنية بهذا الجانب؟ شركة تلقين جابت منتج عبارة عن لعبة تعليمية، لكن كما نعلم في السوق في ألعاب تعليمية كثيرة جدا. صحيح. زين، فاحنا جبنا لعبه تعليميه مختلفه عن جانب انه مثلا تقويه اللغه او تقويه جانب الرياضيات. نعم. او تقويه الذاكره. ممتاز. احنا ركزنا على الجانب العلمي للاطفال، فكما تعرف يمكن في المستقبل او في الحالي يركزوا على الجانب العلمي اكثر. صحيح. زين، منتجنا عباره عن لعبه تعليميه بشكل مبسط للاطفال من ناحيه علم الكيمياء في البدايه. نعم. هذا توجهنا الحالي. اللي يميز منتجنا هو ان الطفل المواد اللي يستخدمها في هذه العلبه في هذا المنتج او اللي يلعبها مواد امنه، نفس الشيء مواد صالحه للاكل.
تقرأ على فكرة وأنت تتكلم أنا عيني مسلطة على العبارة اللي على العلبة موجودة. أيوة يعني حتى من علبة عدة الكيمياء الصالحة للأكل، فأقول بالله. جانب تعليمي وصالحة للأكل، وين الفرق وين الفكرة والمغزى يا شوف أحمد. إن الطفل هذا المنتج عبارة عن تجارب كيميائية ممتاز. فالطفل يسوي هذه التجارب تمام، بعد ما يخلص تجربة الطفل بعد ما يخلص تجربة الناتج النهائي من التجربة ممكن الطفل يشربه أو يأكله في بعض التجارب. لأن هدفنا إحنا طبعاً تتخاطب أطفال، فما ينفع إنك بس تجيب لهم أشياء يسويوها وفي النهاية خلاص يقول لك أنا ما استفدت شيء أو مثلاً ما عجبني المنتج. فإحنا نحفز بهذه الأشياء اللي هي إن مثلاً يأكله أو يشربه، يعني الأطفال يحبوا هذه الأشياء. نعم. طيب يعني في هذه العلبة في حاجة داخلها ولا إيش؟ أي نعم في حاجة. إيش بالضبط إيش داخلها؟ في العلبة عندنا كتيب يشرح 10 تجارب. طبعاً الكتيب معمول باللغة العربية وبلغة تخاطب الطفل حسب مستوى المنتج اللي إحنا مصممين. المنتج يعني عاملين حال فئة معينة. نعم. فسوينا اللغة العربية الموجودة في المنتج على الفئة اللي. نعم. اللي للفئة المستهدفينها. نعم، أنت ذكرت الفئة المستهدفة. نعم. من هي الفئة المستهدفة؟ من عمر كم إلى عمر كم بالضبط؟ الحين المنتج يستهدف الفئة من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة. 6 سنوات إلى 12 سنة. نعم. نعم. طيب أنا أرجع لأحمد. نعم. أحمد أنت المدير التنفيذي لهذه. نعم. الشركة. نعم. ما شاء الله عليك، وأكيد تحت سقفك أيضا مجموعة من الموظفين، لكن قبل أنكم أن تتوصلوا إلى المنتج الأخير والفكرة الأخيرة اللي هي هذه العلبة والألعاب التعليمية بشكل عام اللي راح. نعم. تكون حاضرة في المستقبل، أكيد مجموعة وعصف ذهن كبير صار للأفكار علشان تختاروا المنتج اللي راح تشاركوا فيه في هذه المسابقة. كلمني عن روح التعاون، عن عمل الفريق الواحد، عن الاجتماعات، عن كل ما يرتبط بهذا الموضوع بحيث أنك تقدم أيضا تشجيع والتحفيز لكل من يرغب في الخوض في هذا المجال مثلكم. بداية في تحت كل مشروع راح تواجه في بداية صعوبات من ناحية تحديد الفكرة وتجميع الأعضاء. بداية جمعنا الأعضاء على بناء على معايير معينة. بعد ما تجمعنا كلكم من جامعة السلطان قابوس. كلنا من جامعة السلطان قابوس ومن كليات مختلفة. ممتاز. من كلية الاقتصاد وعندنا من كلية الهندسة وعندنا. أيوة. من كلية التربية وكذلك عندنا من كلية التمريض. عددكم؟ عددنا 9 أشخاص. 9 أشخاص. نعم. فبعد ما جمعنا الأعضاء كانت موجودة فكرة، فطورنا هذه الفكرة. بعدين شفنا أن هذه الفكرة ما راح تناسب العام اللي قاسين نشتغل عليه. بعد ما شفنا أنه ما ناسب سوينا عصف ذهني، توصلنا مجموعة أفكار. ممتاز. لكن الصعوبة تكمن في اختيار الفكرة المناسبة. في ظل تحديات كثيرة، منها حاجة السوق ومنها كيف إحنا نصنع هذا الفكرة. ولا تنسى أنها مسابقة، فهي تنافسية، فأنتوا تسعى أيضا لتحقيق مركز. وهذه المسابقة في هذا السنة ما شاء الله مسابقة شرسة جدا جدا، في مجموعة شركات وداخلة بأفكار ممتازة. فاخترنا مجال الألعاب التعليمية. عاد إحنا الحين في مجال الألعاب التعليمية كيف نختار المنتج المناسب؟ سوينا استبيانات، سوينا بحوث في هذا المجال، فتوصلنا الى هذا المنتج. توصلنا ان المرحله العمريه من 6 إلى 12 سنة ما عندهم اشياء تحفزهم علشان يتعلموا. صحيح. كذلك الاشياء اللي يتعلموها اكثر شيء جانب نظري، ما في جانب عملي، ما في جانب الطفل ممكن يتفاعل معه. فصممنا هذا، فخذ منا جهد كبير علشان نوصل الى هذه المرحله. فكانت روح التعاون موجوده بين الاعضاء، وكانت اجتماعات منظمه وتحت يعني وإيش أقول لك أشياء كان بانينها في البداية والحمد لله مشينا عليها. فكل شيء منظم وتحت خطة واضحة. نعم. يعني أحمد أنت ذكرت اللعبة مفيدة للأطفال. نعم. نحن الآن نلاحظ أن الأطفال يلجأوا إلى الألعاب الإلكترونية أكثر من نقول الألعاب اللي فيها نوع من المعرفة والتعليم والتعلم والابتكار والإبداع وغيرها. نعم. طيب كيف أنتم تخاطبوا الأطفال وتجعلوهم بالفعل أن هم ينجذبوا لمثل هذه الألعاب؟ أنت في فرق بين أنك أنت تخاطب شخص كبير وفي فرق أنك أنت تخاطب شخص طفل عموما. أكيد بالضبط. الحين الأطفال متوجهين للألعاب الإلكترونية مثل ما أشرتي. فإحنا في مجال الكيمياء إحنا ما نقدر نقول أن الطفل روح لذاك للإلكتروني. نعم. فكيف هو يطبق، كيف هو يعرف؟ فطبعا لازم محتاجين إحنا للطفل أنه يقرب يتفاعل مع هذا المنتج. فصنعنا هذا المنتج
بالإضافة إلى الكتيب الموجود داخل المنتج يخاطب الطفل بلغة سهلة وواضحة. نعم. كذلك عرض الكتيب على مختصين من جامعة السلطان قابوس لكي توصل إلى هذا المستوى. ممتاز جدا. حمد، كونك مسؤول قسم الانتاج والتسويق أيضا في هذه الشركة. نعم. خبرنا عن الجانب التسويق ودوركم أيضا في هذا المجال، بالإضافة أيضا متى راح نشوف إن شاء الله تعالى هذا المنتج حاضر في السوق بإمكان الواحد أيضا يشتريه ويقتنيه، وكم تقريبا السعر راح يكون على العلبة الواحدة؟ إن شاء الله. إحنا قمنا بحملة تسويقية عبارة عن إنه شاركنا في عدة معارض. أيوة. عشان ممتاز. نبرز الشركة إيش تقدم من منتجات. كذلك قمنا نسوق مع نتعامل مع شركات ثانية مثلا عندها برامج أو كذا، نحاول نخاطبهم عشان كما تقول نقدم في برامجهم. ممتاز. عندنا مثلا تعاوننا مع شركة راوند وإنجينيرينج فور كيدز، سوينا معهم حلقة على اليوتيوب تشرح منتجنا، وكذلك عملنا معهم مرشة مع الأطفال عشان يقربوا المنتج. كذلك قمنا نخاطب بعض الصحف والجرائد عشان كما تقول يحطونا مساحة إعلانية في هذا. كيف شفت تفاعل الناس وتجاوبهم أيضا مع صراحة المنتج؟ يعني تفاجئنا لما كنا في المعارض، يعني نشوف إقبال الناس على الفكرة بشكل كبير، يشجعونا ما شاء الله هذه فكرة جديدة، فكرة يعني مبتكرة وكذا. حتى يعني بعضهم قالوا لنا متبدي تبيع المنتج، يعني وهذا السؤال اللي طرحت عليك. أيوة بالضبط. حاليا المنتج هذه الفترة التجريبية عشان نشوف كيف إقبال الناس عليه. المنتج النهائي احنا خضينا كما تقول إفادات من الجمهور حول المنتج التجريبي، وقاسين نطور عليه عشان نخرج المنتج بالشكل الأفضل له. المنتج سعرنا حاليا على تقريبا 7.900 ريال. نعم. طبعا هذا السعر ما هو ثابت، يمكن بيكون ينزل عشان كما تقول يناسب جميع مستويات. نعم. عشان يكون متاح للجميع. ما عليك أمر يا حمد، لو تشيل العلبة بحيث أنه المشاهد الكريم يقدر يشوف بس كذا على الشاشة كيف الشكل، يعني هذه العلبة بحيث يكون واضح عدة الكمية الصالحة للأكل. وفي نفس الشيء بعض الأشياء مثل هنا مشروح اللي هي المواد الموجودة في العلبة. ممتاز. وأيضا الأدوات، وكما تقول نفس الشيء سوينا مثل اللعبة البسيطة للأطفال. نعم. هو عموما المفروض ولي الأمر يعزز لدى ابنه كذا روح المعرفة والتعلم حتى ياخذ مثل هذه الألعاب التعليمية. نحن نشكركم جدا أحمد بن حمود الحضرمي رئيس شركة تلقين طلابية المدير التنفيذي للشركة، وأيضا حمد بن خلفان المساعدي مسؤول قسم التسويق والإنتاج في شركة تلقين الطلابية. شاكرين لكم جهودكم. تسلموا. شكرا جزيلا. فإذا ممكن حابة أقدم كلمة شكر. أولا أشكركم على الاستضافة الطيبة والبرنامج الأكثر من رائع. وقل من واجب. وأشكر المشرف على الشركة الأستاذ محسن الهنائي المدير الإداري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذلك أشكر جميع الموظفين في شركة تلقين وأخصهم بالاسم حمد البسعيدي ومحمد سليماني وسعود النبهاني وهاجر الحضرمية وبشرى المسرورية وفاء المخينية رحاب المندرية وباسم الشماخية. شكرا لكم جميعا. كل التحية جميعا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. إذن مشاهدينا الكرام متواصلين معكم، الحين راح ناخذ فاصل ولا نعود إن شاء الله لنستكمل باقي فقرات برنامج قهوة الصباح. كونوا معنا.
الكون الفسيح بجميع جهاته هو أكبر مضمار ماراثون يتسابق فيه الناس ليحصدوا المركز الأول ويستخدمون شتى الطرق لنيل الشرف بالوصول أولاً. أهدافنا وطموحاتنا تختلف من شخص لآخر، ولكن تتفق على مبدأ واحد، ألا وهو لا للوصافة في جدول طموحاتي، عزيمتي قوية لتحقيق المراد. ويستمر العدو. الفرق الوحيد بيننا وبين العلماء والعظماء أنهم حلموا فصمموا وعرفوا وتحركوا وعملوا وفي الأخير إيش؟ وصلوا. هذا الفرق الوحيد بيننا وبين العلماء والعظماء. الواحد لكل منا آماله، تطلعاته، طموحاته في المستقبل، أمنياته الكثيرة، لكن كيف يقدر فعلا أنه يحققها؟ لازم يكون عنده إلمام تام وإدراك بشخصيته، بالثقة بالنفس، بتفاصيل إيجابية كثيرة في مجريات حياته وتفاصيلها. راح نتعرف اليوم مشاهدينا الأحبة من خلال هذه الوقفة الممتعة والشيقة حول الإلهام واكتشاف الذات. راح نتكلم حول هذا الموضوع من خلال وجود ضيفتنا وضيفتكم أيضا، الأستاذة زهراء باقر، استشارية دولية في تطوير الذات مملكة البحرين. حياك الله أستاذ زهراء، وإحنا سعيدين حقيقة بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. أنا أسعد، أهلا وسهلا فيكم، شخباركم؟ وصراحة فرصة سعيدة أن أنا أحضر إلى سلطنة الحب، سلطنة عمان، سلطنة الخير، وجدا سعيدة باستضافتكم. أهلا وسهلا. يعني أنا متأكدة أن احنا راح أكيد نستفيد منك، وراح نستفيد أيضا من نصائحك الجميلة، وأيضا اللي راح تقدميها للمشاهد الكريم. بما نحن اليوم نتكلم عن الإلهام واكتشاف الذات، موضوع جدا رائع، ونحن نعلم أن الإنسان لما يكتشف ذاته راح يتوجه بالفعل إلى طريق النجاح بشكل صحيح ومسار الصحيح. خلينا نعرف المشاهد ونتحدث عن الإلهام. أوكي. الإلهام هو طبعاً الإلهام في شعرة بسيطة بين الإلهام والإيهام. نعم. الإلهام رب العالمين ذكر في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها، الآية الكريمة تقول في كتابه الحكيم ذكر رب العالمين أن ذكر مصطلح الإلهام بأن ممكن النفس أن تكون أمارة بالسوء، وأن ممكن رب العالمين يلهمنا فنتخذ طريق الصحيح ونستمر عليه ونوصل للتقوى ونوصل للطريق الحق. نعم. ونوصل للجنة ونحقق النجاح في الدنيا وفي الآخرة. نعم. فالإلهام هو فيض من رب العالمين، وعلم علم لدنه يخبرنا بالعمل اللي احنا لازم نسويه، كنفس ما نقول كرؤية، ممكن هي تكون كرؤية ترى للعبد الصالح أو تراء له، يعني هل ممكن أنه هو يراها في المنام أو أنه يتخيلها. نعم. فطبعا أيضا ذكر في كمصطلح آخر أنه أوحينا إلى النحل أن يبني استغفر الله بيوتا يعني يتخذ بيوت، بما معناها أن يتخذ بيوتا من الجبال بيوتا. فالإلهام أو الإيحاء بالنسبة للحيوان هي غريزة، أما بالنسبة للإنسان فهي علم وشيء يتخذه ويعمل به.
هنا احنا هنا نتخذ هذه الآيات الكريمة ونعمل ونفهم معنى الإلهام وفائدتها. اولا طبعا ان احنا نبتدي. ممتاز. طيب الفرق ما بين هذا الإلهام وما بين أيضا مسألة تطوير واكتشاف الذات، وين الفرق ما بين المصطلحين؟ الفرق ما بينهم أن إحنا كبشر نحتاج كل فترة وفترة نرجع نراجع ذواتنا لاستكشاف قدراتنا واستكشاف مواهبنا وكيفية أن إحنا ممكن ندارك أخطائنا. فأبسط مثال مثلا في العلاقات، علاقتنا مع ذواتنا، علاقتنا مع الآخرين، طاقتنا في وين قاعدين إحنا نستهلكها. صحيح. هل العلاقات اللي إحنا قاعدين مثلا علاقتنا المهنية، علاقاتنا المهنية، علاقاتنا الاجتماعية، هل هذه الطاقة والجهد اللي إحنا قاعدين نبذله في حياتنا اليومية إحنا وين قاعدة توصلنا؟ نعم. إحنا نعمل لنفسنا نوع من مراجعة للذات، نوع من مراجعة للإنجازات، هل هاي العلاقات الاجتماعية أو المهنية اللي عندنا قاعد شنو مدى إحساسنا وراحتنا تجاهها؟ هل هي قاعدة تحقق لدى الأهداف اللي مرجوة؟ أحياناً بالنسبة لاكتشاف الذات الواحد يحس بالتعب أو بالضيق. هو الهدف الأساسي من موضوع اكتشاف الذات والوصول لمرحلة الإلهام إن إحنا نحقق الراحة والرضا والسعادة الذاتية. ممتاز. ألا وهي رسالة رب العالمين لنا إحنا كبشر إن إحنا لما نحقق النجاح أو نحقق ما معنى النجاح؟ معنى النجاح كل واحد يختلف معنى النجاح من شخص إلى آخر. إحنا نبي نحقق النجاح لنا. نجاح الإنسان هو أن يكون راضي وسعيد، يكون سعيد لما يرجع بيته، يكون مع الناس اللي يحبهم، يكون سعيد ويتحمس لثاني يوم واتجاهه لعمله. هذه هو الـ النجاح الأساسي. وبالنسبة لموضوع اكتشاف الذات واكتشاف الشخصية، احنا طبعا الإنسان عنده خمس محاور أساسية في حياته، هي الناحية الاجتماعية، علاقاته مع المجتمع، الناحية المهنية، الناحية الأسرية، الناحية المادية. طبعا هاي الناحية المادية جدا مهمة، بعض الناس يقولون انها مو مهمة، لا احنا نبي نركز على امور ثانية. كل النواحي هاي مهمة، الناحية الصحية، حتى الناحية الجمالية ايضا مهمة. الناحية الجمالية احنا في هاي الاستوديو اليوم قاعدين طبعا الديكور جدا راقي جدا جميل، انتم ما شاء الله عليكم في منتهى الأناقة، الله يعطيكم العافية. فطبعا هاي النواحي هاي الإنسان لازم انه يركز عليه، هل هو راضي من نفسه من صحته؟ يكون عندنا نوع من الجدول الذاتي نراجع فيه نفسنا، مدى ارتياحنا من نفسنا، مدى ارتياح الآخرين في تعاملهم معنا. بعض الناس يقول يعني إن يغلطون أو يصير عندهم مشكلة في التقدير أو مشكلة في ترجمة الإيجابية. نلاقي في ناس يكون عندهم السلبيين الإيجابيين اللي يتعرضون لمشاكل ولكن ما يردون وما يتحركون، وكأن شيء لم يكن. يصير عندهم هم يبحثون عن الاستقرار، ولكن الاستقرار في استقرار سلبي. ان انا لما اكون امشي على وتيره واحده، الناس قاعده تتطور حواليني، الناس قاعده تنجز انجازات حواليني، وانا فقط يمكن 10 سنين او اكثر انا اعمل في نفس الوظيفه، ما يعني إن ما أضيع وقتي وأقرأ، حتى ما أفتح الجريدة. في أمور جدا مهمة إن أنا أبحث عن تطوير ذاتي، أبحث عن إن أقرأ كتب، أثقف نفسي. صحيح. حتى أكيد. متابعة الأفلام يعني إن أخذها كشكل ترفيه إن أنا أرفه عن نفسي، ولكن في الأفلام والمسلسلات يعني إن في مسلسلات وأفلام
معظمها تكون فيها رؤية وهدف وتفتح آفاق. وتدرس فيك بطريقة غير تلقائية أساساً وغير أحسن. مباشرة. أحياناً نحصل على الإلهام من فقرة في مسلسل، فقرة في فيلم. صحيح. نحصل على الإلهام من كتاب نقرأه، من شخص يدخل حياتنا. الإلهام نحصل عليه لما الواحد يصفي نفسه ونيته من الأحقاد، الحسد، الغيرة، الضغائن هذه، وهي كلها مذكورة في الكتاب. صحيح. والسنة. صحيح. رب العالمين يعني من بداية الخلق، من أيام نبينا آدم، وهو يدعونا لهذا الموضوع، أن ابعدوا عن نفسكم الضغينة والحقد. صحيح. والكراهية، ركزوا على نقاء نياتكم، صفوها واعملوا وانجزوا، فانتم خليفتي في الارض. صحيح. يعني ايضا استاذة زهراء، من خلال حديثك بالفعل نحن نعلم ان طبيعة البشر كلها تعتبر عن لغز، ويمكن ايضا علماء النفس كلما تعمقوا في فهم شخصية الانسان او في فهم شخصية الانسان اكتشفوا طبقة أعمق وأكثر من ذلك. يعني أنت ذكرت الإنسان كيف يكتشف ذاته إذا كان هو بالفعل مجهول وما يعرف إيش يعمل في حياته، لكن خلينا نتكلم عن تعزيز الجهات التي يعني يرغب في تعزيزها في نفسه تماما. هل هناك في مثلا مراحل معينة كيف ممكن أنه هو يعزز من نفسه حتى يصل إلى مرحلة النجاح؟ هو طبعا في مراحل كثيرة إحنا ممكن نحن ناخذها عشان نوصل لمرحلة النجاح. نعم. بس أهم نقطتين اللي يخلينا ويعزز النجاح عندنا ويحفزنا هو أولا الإيمان برب العالمين، وتنقية النفس والذات من كل الأمور اللي تشوب الفكر وتشوب القلب. لأن أحيانا حتى إذا لما نفكر أن فلان نجح وأنا ما نجحت، فلان قاعد يحصل على شيء فلاني وأنا ما قاعدة أحصل على هاي الشيء، هذه الأشياء تشتت تفكير الإنسان، ما يخليه يركز على نفسه. ركز على نفسك أولا، وحاول أن أنت أول شيء تعمله أن أنت تقوي علاقتك مع رب العالمين على أساس أن نيتك تصفى. كل ما زاد الإيمان كل ما زاد نسبة نجاحك يعني وارتباطك بالدنيا وبالآخرة. ثانيا العلم، جدا مهم ان الواحد يركز على موضوع العلم وتثقيف نفسه. ابحث عن العلم من اي مكان، حاول ان انت تقرا من اكثر من مصدر، ابحث يعني عندنا وايد مواضيع اذا انت تحس ان انت عندك فضول لهذا الموضوع. هذا الموضوع اللي يصير عندك فضول وتحب ان انت تتعلم عنه اشياء اكثر، خذه من جميع مصادره. المصادر الموجودة باللغة العربية، الفرنسية ترجمها، الإنجليزية، أي 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 معلومات تتوفر لك من هذه العلم اللي أنت تحب تتثقف فيه. نعم. تثقف نفسك، لأن هذه بداية النجاح. ومن ثم أعمل لنفسك نوع اكتشاف الذات، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر يكون عندك جدول محاسبة للذات، أن أنت لما يكون يأتي لك فكرة وتحس تتحمس لها دونها، اكتبها. جميل. ومن ثم راجع هاي الانجاز، خطط لها شنو ممكن انا اوصل احقق هاي الهدف او هاي الانجاز. نعم. عندي ناس راح اتواصل معاهم، عندي ناس راح يساعدوني عليها. صحيح. طبعا الافكار الرائعه احيانا تبدا بخيال، بشيء غريب، ان ممكن الناس حوالينك شوي يقولون لك لا ممكن ان هاي الفكره تحصل. ان انت يعني احيانا يقال ان انت تقعد تتخيل او ان هذا الشيء مستحيل راح يحصل اساسا، وفي الاخير تحقق. ودائما يقال احلم، تخيل، تمنى، فالحقيقه تبدا بحلم، حلم واقعي ممكن التحقيق. والافكار الغريبه الرائعه تبتدي بخيال. فحاول انت تتابع وتعمل لنفسك جدول الانجاز، تشوف هل عقب مثلا تحط لنفسك مده زمنيه تحدد فيها. نعم. ان في هاي الفتره انا راح انجح او انا راح احقق هذا الجزء من ما انا خططت له. ف
فإذا قدرت أن أنت تحققها في هاي الفترة تمام، إذا حسيت أن أنت قاعدة تماطل ومو مرتاح لهذه الفكرة توقف عنها وحاول يكون عندك جدول أولويات. نعم. وهذه الأولويات يجب أن تكون في مختلف تفاصيل الحياة بحيث أنه الواحد طبعا. يصل فعلا إلى تحقيق الأهداف والتطلعات والآمال اللي راح إن شاء الله تعالى يحققها في هذه الحياة. حقيقة الحديث معك جدا شيق ممتع أستاذ الزهرة، وأيضا خاطرنا نواصل معك لولا أيضا ارتباطنا أيضا بفقرات ومحطات البرنامج المختلفة، فشكرا جدا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. فقط ما سألناك اللي هو وجودك في عمان في ندوة في ورشة معينة. نعم، عندنا اليوم ملتقى الوسيلة الحديثة. ممتاز. ل 15 مدرب ومدربة من جميع الوطن، من الوطن العربي. نعم. راح يحضرون أمسية، ونتمنى وجودكم معنا الليلة في فندق مجان الدولي. شكرا. شكرا، شكرا لكم. شكرا لك أستاذة زهراء باقر، استشارية دولية في تطوير الذات، على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. إذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، الحين رح ناخذ فاصل ولنعود إن شاء الله، كونوا معنا. اليوم تحتفل دار الأوبرا السلطانية مسقط بافتتاح الموسم 2016-2017، وإن شاء الله بتفتتح بالأوبرا شيكسبير روميو جولييت إن شاء الله بإذن الله، وأيضا تحتفل بمرور 400 عام منذ أن توفى الكاتب ويليام شيكسبير. في اليوم هذا المعرض الحمد لله بالتعاون مع جميع الأمانية للفنون التشكيلية وأيضا المعهد الثقافي البريطاني تعرض 28 لوحة من قبل 14 فنان وفنانة، التي يعرضوا بعض مسرحيات وبعض فنون إلى شيكسبير، ويليام شيكسبير. ونحن الحمد لله بلا شك نفتخر بالجودة العالية والعالمية من قبل فنانين العمانيين، ونفتخر بما يقدموه من أجل السلطنة، إن كان من ناحية ثقافية أو إن كان يعرضوا فنونهم أو إن كان لعمل خيري يعني. فنحن نشيد بجهودهم ونتمنى لهم كل التوفيق والمزيد من العطاء لهذا الوطن المعطاء. شوفوا هذا العمل حاولت أني أجسد الأسلوب الكلاسيك نفس ما تكلم، فحاولت أني ما أعطيه واقعية كثيرة، مجرد تاتشات بالبروش، فأسلوب كلاسيك قديم جداً يتبع أغلب الفنانين، لكن في هذا العمل حاولت أني أركز في الإضاءة كإبراز صورة لشكسبير بأسلوبي وخاص بأسلوبي الخاص أنا بنفسي، فحاولت أني أغطي أغلب الأشياء اللي موجودة. طبعاً معروف شكسبير عند الأوروبيين، فأنا كعماني كيف أبرز ذا الشيء والروح العمانية، الفن العماني في لوحة تعبر عن شخص أوروبي، فبأسلوب الأوروبيين وبروح الفنان العماني دمج لوحة معرض شكسبير. وقصة طلعت من شكسبير، هو شكسبير يعني كاتب إنجليزي بس أصدرها بطريقة حلوة القصة، فالفنان عليه أنه يعرض هذه القصة بطريقته وبلوحته هو. فعن طريق الجمعية احنا برزنا كل القدرات واللي تحكي عن روميو وجولييت، وعطيناها في الفن التشكيل العماني بصورة جميلة جدا.
جديد مشاهدي الأحبة. طبعا التقرير اللي شفتوه قبل شوية كان عن معرض شكسبير في عيون عمانية. كنت وطاقم البرنامج موجودين في دار الأوبرا السلطانية لتغطية فعاليات هذا المعرض الذي يقام تزامنا مع الاحتفالات العالمية بمرور 400 عام على وفاة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير. طبعا المعرض مثل ما لاحظتوا تحت رعاية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد. عموما التفاصيل موضوع وفقرة أخرى راح تكون معنا في برنامجنا هذا اليوم عن أصغر الرحال عماني. نتكلم اليوم عن محمد بن حاتم الصغير. يا حلاوة الابتسامة، لو شفتوه كيف يضحك مبسوط ومستانس بوجود اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح كأصغر رحال عماني، ووجود أيضا مع والده حاتم. حياك الله وصباحكم خير، وحياكم في برنامج قهوة الصباح. محمد كيف حالك؟ محمد طبيعته وايد خجول، وقال لي انه هو ما يحب يكلم البنات، اخاف اكلمه الحين ويعطيني. صحيح محمد؟ صح؟ صح؟ صح محمد؟ كلم سي محمد، انت قول لي كم عمرك؟ طيب انت خبرينا السؤال وانا بسألوها. سبع سنوات. لا خلاص ان شاء الله انه هو راح نتفاهم. سبعة ولا اكثر؟ سبع سنوات. العمر كله ان شاء الله يا محمد. في البداية حاتم، يعني بما انك انت والد محمد، راح نتحدث عن هذه الرحلة الجميلة والمغامرة الرائعة. كيف بدت هذه المغامرة بالضبط؟ اول شيء شكرا على الاستضافة، وثاني شيء ترى هي التجربة هي الاولى، وان شاء الله يعني تتكرر كثير ان شاء الله، بس بعد 3 سنوات 4 ان شاء الله، لانه ما يتحمل يعني مثل الجو الدراجة. نعم. هي كانت كتجربة، إذا كانت 100-200 كيلو ممكن. نعم. بس هي وصلت لألف كيلو. صحيح، 1000 كيلو متر. في إسبانيا. ما شاء الله. في إسبانيا بس. في إسبانيا. هو إسبانيا ويكفي أصلا. ما شاء الله عليك. يعني ترى محمد ما شاء الله جاب إسبانيا 1000 كيلو تقريبا ما شاء الله، وبالتالي كان أصغر رحال عماني في هذا الجانب، وإحنا اليوم جابينه معنا في الاستوديو علشان نتكلم عن هذه التجربة الشيقة والمثيرة. أنت صف ثالث صح؟ أيوة. شاطر وشاطر في المدرسة ولا ما شاطر؟ ما شاطر. أفا شاطر ما شاء الله، أنا أعرف إنك شاطر. طيب محمد حاتم، تكلمنا عن موهبة وهواية محمد ودخوله أيضا إلى جانبك في هذا المجال. أول شيء هو موهبته كرة، ما يحب شيء اسمه لا دراسة ولا غيره ولا دراجة. يوم كان صغير أول ما بدينا تقريبا عمره 2 سنين، فكان يشوف الدراجة، كنت أوديه في الدراجة وركبه، وكان يخاف من الصوت. أول ما نجي يخاف صح؟ لا. أول يوم كنت صغير؟ لا. ما كنت خاف ها؟ لا. يلا اعترف اعترف. بعدين شوي شوي لين ما تعود يركب معانا، تقريبا نحن 3 أخوان سوق، فيشوف الدراجات دائما، فبدأ يتعود على الدراجة. ليه الله يسلمك، يوم وصل عمره 4 سنوات صار خلاص معانا يطلع ويجي. جميل. ويوم رحنا، يوم جيت قلت له بنروح إسبانيا، هو ترى يحب الكورة، فعلى هذا الضوء أنا وديت إسبانيا. نعم. يعني أكيد أنت تشجع ريال مدريد صح؟ هي. من كذا حبيت تروح إسبانيا؟ من كذا اخترت إسبانيا؟ نحن رايحينها قبل، بس هاي المرة رحناها بالدراجة، يعني قلنا بنستأجر من برشلونة ونتحرك لفالنسيا، ومن فالنسيا لمدريد صح؟ قولهم وين رحت انت بعد؟ ايه خبرنا وين رحت، وين تجولت؟ خبرهم. ها خبرهم وين رحت؟ خبرني وين تجولت؟ حضرت مباريات هناك في إسبانيا؟ ايوه. ايش حضرت؟ مباراة برشلونة حضرتها. وكيف شفت الأجواء هناك في إسبانيا؟ الملعب حلو ولا ما حلو؟ الملعب حلو؟ ايوه. وزين والدراجة، كنت على الدراجة انت ولا كيف؟ لا هو. ايوه، لأن أول يوم استأجرنا الدراجة، فلازم أنا توقعت إني بستأجر الدراجة الساعة 5 أو 6. زين. وبنطلع لفة في برشلونة. بما إنه برشلونة فيها منطقة اسمها تيبي دابو، يعني هي يعني تقدر تشوف كل برشلونة. ممتاز. فهذه المنطقة يعني كنت أقول فرصة نروح بالدراجة. فيوم خذيت الدراجة، وبما إنه هناك ولد خالي موجود مع زوجته، وتخلي ولدي معك، أنا بروح أخذ الدراجة عشان أشوف يعني إذا فيها خلل ولا لا. سبحان الله طلع فيها خلل البريك. نعم. البريك الخلفي ما يشتغل أبداً. فرحت غيرت الدراجة يوم الثاني، يعني فقدت يوم، قلت ما مشكلة. تحركنا بعدين يوم الثاني، إذا عشان كذا ما رحنا الملعب مع بعض بالدراجة. نعم. عشان أنا أشوف الدراجة هل تصلح ولا لا. نعم. هو مغامرة، بس ما غامر عليها، غامر على نفسي ما مشكلة. نعم. طيب يعني حاتم، أكيد هناك من خلال يعني هذه الرحلات الجميلة والمغامرة الرائعة، خصوصا أنكم أنتم تتجولوا في مختلف دول العالم ورحتوا إلى إسبانيا، فيكون هناك في ترويج للسلطنة من خلال هذه الرحلات عموما، وأنتم أيضا مجموعة من الشباب، كيف تروجوا السياحة هنا في السلطنة من خلال الجانب الديني والثقافي وأيضا السياحي عموما؟ هي نحن
كانت الفكرة إنه كيف نروج عن السلطنة سياحيا. نعم. فكان أنا وولدي بس رايحين. نعم. يعني لا بكف ولا غيره. يعني لا سمح الله صار شيء أنا هو بس. فكانت الفكرة إنه حتى هم في يعجبني ثقافة الإسبانية. نعم. إنه يوم يشوفوك أنت ماشي في الشارع يشوفك أنت معك طفل يخفف. 2 كيلو عشان يتأكد إنه هل أنت سيفتي ولا لا. نعم. هل أنت في أمان يعني. أيوة أي. بعد يعني أنت هل مخلي ولدك في الطريقة الصحيحة ولا لا. نعم. فيمشي معي كيلوين بعد ما يطفني أعمل لي كذا وأتوكل على الله. نعم. فهذه كانت يعني من الأشياء اللي حفزتني يعني إنه أوكي هم يعني عندهم ثقافة إنه هاي دراجة وسيارة وكذا. نعم. حتى إذا يشوفوك في الشارع يعطوك أولوية. طيب نعم. كيف روجتوا للسلطنة السياحية؟ هي كنت أنا مثلاً أنا نمشي أنا ولدي خاصة نحن لابسين الفست للنادي. نعم. فنعمل مثلاً هم يشوفوا يستغربوا عمان وين. فنحن حاطين العلم وحاطين الخريطة ورا. فهم يشوفوا يعني ويش هذا فنحن نقول مثلا جنب دبي فأقول عندك الانترنت يقول ايوه افتح الانترنت على طول اي شارع عمان ممكن. فهذه يعني كفكره يعني انه هم بس يشوفوا وين عمان وخلاص يبدوا يقروا عنها. نعم انا احييك يا حاتم كونك ولد يعني والد محمد انك تصطحبه معك مثل هذه الجولات وهذه المغامرات وهذه الرحلات. اهميه فعلا ان يقوم مثل الاباء باصطحاب اطفالهم الى مختلف المواقع والاماكن السياحيه يعرفوهم على ثقافات على هويه بلدان وغيرها. نعم. في هذا الجانب هي أنا أتمنى إيش اللي تهدف إليه من خلال اصطحابك لمحمد معك؟ إنك تعيش طفولته مثل ما يقولوا. أنا الحين أنا طول الوقت يا مسافر أسافر معاي ومع المدام ومع العائلة. نعم. الحين غير معاه هو فلازم أنت تمشي على عقليته هو ترجع لعمره هو 7 سنوات. نعم. لأنه اللي يريده مثلا يريد يأكل بتأكل يريد يوقف بتوقف. نعم. يعني في موقف صار لنا ونحن كملنا. أيوه. إلى مدريد من فالنسيا إلى مدريد هو ما تعب من برشلونة إلى فالنسيا أبدا يعني كان صح ما تعبت. نعم يعني أهم شيء أنك أنت تنزل لمستوى الطفل دائما حتى تصل لتفكيره عموما وخياله. هو يعني علشان أنت مسافر عشان ترضيه. صحيح. فيوم أنت ترضيه بتشوفه هو يتقبل منك. نعم. فكنا نروح أي مكان يقول لك ملل. نعم. فأنا ويش أقنعه بشيء يعني مثلا أقول أوكي بعدين أوديك هو ترى ما شاء الله يعني في شيء عنده يا كرة يا سباحة. يعني إذا قلت له يعني بوديك الحين وبعدين أوديك المسبح يقول لك أوكي حتى تخليني 10 ساعات وبعدين توديني المسبح. أوه ما شاء الله. يعني طيب. راضي. محمد أنت كم دولة سافرت خبرني؟ 3 دول. أكثر دولة عجبتك أي دولة؟ برشلونة. برشلونة. ما دولة مناطق. أنت قلت ها؟ هو قال. برشلونة ولا مدريد ولا فالنسيا؟ هو قال إنه يشجع عصر ريال مدريد فمن كذا هو راح إسبانيا صح؟ لأنك تشجع ريال مدريد صح محمد ولا تشجع برشلونة مدريد. طيب استمتعت استانست هناك ولا كيف استانست؟ أيوة. استمتعت بالرحلة؟ أيوة. بتروح مرة ثانية خاطرك تروح من جديد؟ لا ولا خلاص لا فكيف خاطره يروح من جديد. الحين وين تريد تروح؟ تايلند. الحين غير تغير ها عشان الشوبينج ما شاء الله. طيب تسعى ايضا قدر الامكان يا حاتم انك تعلمه وتثقفه وتدربه ايضا على تفاصيل الحياه بشكل عام اثناء نروح مثلا مكان معين على تحمل المسؤوليه على اشياء معينه مثل هالقبيل. ايوه عملت هذه. هو من نوع انه خجول فاقول له روح يقول لي لا ما بروح. فويش اعمل انا؟ اقول له انت تريد هذا الشيء؟ ايوه روح وحدك. فهو بدي اوكي اول السفره كان يقول لي لا ما اروح. بعدين بدي يتعود يقول لي اوكي بروح وحدي. يروح يسأل حتى يوم نطلب الوجبات يروح وحده يطلب الوجبات فبدأ يتعلم يعني بدأ يأخذ مسؤولية. نعم. فأنا اللي يعجبني إنه هو بدأ يتعلم يعني. نعم إنه هو يعتمد على نفسه. نعم. جميل. طيب محمد أنت بما أنك يعني تشجع ريال مدريد فأنت قلت إنك أنت حبيت برشلونة كيف كذي يعني لازم تحب مدريد ما تحب برشلونة؟ حبيت مدريد ولا برشلونة أكثر؟ هو حب برشلونة. إيش فيها برشلونة خبرني ليش حبيتها؟ ها ايش شفت بالضبط هناك في برشلونه ايش عجبك اكثر شيء في برشلونه خبرني وش حبيت المناظر هناك في العاب معينه ولا انت ما حاب تجاوب على سؤالي لان الحين انا بنت ولا اخلي سيف اسالك انا زي محمد لا ايش اللي حبيته اذا اخونها وش حبيت برشلونه انا سالك حديقه مائيه بس حديقه مائيه مدريد ما حبيت السباحه لا وين احلى في مدريد ولا في برشلونه طبعا كل منطقه اروح لازم اودي حديقه المائيه لا لانه هو ما شاء الله الالعاب المائيه بشكل عام يمكن من هواياته الاطفال يعني. طيب الحين تكلمنا عن اسبانيا كيف بخصوص السلطنه تحاول قدر الامكان انك تصطحبه لبعض الولايات محافظات السلطنه ايوه بالدراجه شويه صعبه لانه هنا ما شاء الله يعني
يعني بعد أنا أقول الجو ما يساعد. إيه درجة الحرارة مرتفعة. هناك درجة حرارة ما شاء الله من 30 وتحت ل 20 فكانت مقبولة. مع إنه مقبولة يقول لي حر. فهذه كانت أثقفه كيف. ممكن لأنه اللبس يكون ثقيل و. أنا لبسه عشان ما يسود. طيب طيب أنا أشكرك جدا حاتم بن عبد الرحمن بن صديق الصائغ وأيضا محمد بن حاتم الصائغ. شكرا لك يا حاتم. محمد. شكرا لك. لما حد يقول لك شكرا ايش ترد محمد؟ عفوا شاطر شاطر يا محمد. اذا مشاهدينا الكرام نحن مستمرين معكم الحين راح ناخذ فاصل ولا نعود كونوا معنا. إذا مشاهدي الأحبة قبل شوي كانت فقرة مشوار، هذه الفقرة إذا أسبوعية راح تكون معاكم إن شاء الله تعالى، نتعرف فيها على أيضا بعض سواء شباب أطفال من أبناء السلطنة الحاضرين في مختلف المجاهلات والمواهب. عموما إحنا وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع، شكرا لكل من يتواصل ويتفاعل ويتابع برنامج قهوة الصباح بشكل دائم. الملتقى يتجدد بمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم، فإجازة سعيدة وطيبة نرجوها لنا ولكم بمشيئة الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا الكرام نتمنى كل الفقرات اللي قدمناها لكم اليوم نالت على إعجابكم ورضاكم. الحين نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة وبعد الكاميرا تبي سيف عموما إن شاء الله ملتقانا الأسبوع المقبل، ونتمنى لكم إجازة سعيدة وممتعة. مع السلامة.